السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صح فطوركم خاوتي. هذه حلقة استثنائية من قاعدة بوليتيك درناها اليوم في غير موعدها، لأنه صراحة اللي صار اليوم احنا شايفين الغضب والحزن خيم على كل الحراكيين، وفي نفس الوقت أشعل العزيمة، عزيمة التغيير، وأكد أن هذا النظام ما عندوش أدنى نية للذهاب إلى التهدئة أو للتغيير. العالم وحكام العالم اجتمعوا باش يديروا قرارات من أجل بلدانهم، من أجل مواجهة كورونا، من أجل ما بعد كورونا والواقع الاقتصادي اللي راح تفرضه. احنا نظامنا واش راح يدير؟ واش راح يدير؟ لماذا تجند كاع النظام بكل أجهزته ومؤسسته تجند باش يحارب النشطاء؟ احنا كي داروا العفو على المساجين والسجناء قلنا ما حاجة مليحة، بالك غادي تاع الحراك يديروا لهم هما، لا خرجوا الناس اللي فعلا داروا جرائم باش من بعد يدخلوا شباب الحراك. واقع مؤسف وحاجة محزنة في شهر الرحمة، والنظام هذا ما راش عارف قيمة هذا الجيل وهذا الشباب. أنا ما نهدرش بزاف، معانا مجموعة من شباب الحراك اليوم كانوا يغليو 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 صح صح الغضب والحزن والخيبة الأمل، حتى هذيك شوية باصص الأمل اللي كانوا يسلمهم هذا النظام، راح هاد الشباب هما اللي راح يرضوا على النظام. وراح نتحدثوا كذلك على اقتراحات على آليات تصعيدية. هذه حلقة طارئة وش راح تكون لنا حلقة مطولة نحكيو فيها على آليات التصعيد في المرحلة المقبلة. خوتي مرحبا بكم. نبدأ مع الأخ محمد بالوزداد. أخويا محمد راك معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أنا معكم. ما نعلقش أخويا لك الكلمة، ولا غير قلبنا راه معمر لك الكلمة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة السلام عليكم. صح فطوركم، صح فطور الإخوان بعين. أولا وقبل كل شيء نتمنى كيف يقول الله ما عرفت راحوا لي الكلمات، لكن معلش نتمنى الأهالي تاع المعتقلين ربي رزقهم الصبر، باسكو ماشي سهلة في رمضان هذه جروهم وجرجروهم في المحاكم. صح معلش وكيلهم ربي. أنا واش حبيت نقول لكم، النظام هذا أثبت لنا مرة أخرى مدى ضعفه وخبته، وبين بلي يتخبط يعني من الآخر. النظام راهو يتخبط ويخايف من خياله، بالرغم من أنه يملك ترسانة 20 قناة ما بين العامة والخاصة، ومع ذلك عنده جيش، عنده دارك، عنده شرطة، إلا أنه خاف من مدون. طرح 7 أسئلة فقط، إيماجيني تطرح 7 أسئلة تروح للحبس. أنا حبيت نطرح سؤال واحد، أسئلة المحرمة ومدى بي يجاوبوني عليه الناس اللي يتسمع. سؤال واحد وسؤال بريء. سؤال واحد وهو قولوا لي 7 قناطر تاع كوكايين وين راهي؟ وين راهي وشكون اللي تحاسب عليها؟ احنا مازال ما عرفنا شكون تحاسب عليها ولا وين راهي، ونورمالمون تتحرق قدام كاع الشعب يشوفها تتحرق، لكن احنا ما شفناهاش. كيبدا الحراك شفناهم يونكيتي وزعما هذا تتهم تتبادل جنرال، الاخر يحصل في فلاني، الاخر حامل، الاخر يحصل في فمينيست، ومن بعد خرجوا كاع براءه. مش شفناش حنا واحد تحاسب على 7 قناطر كوكايين. هذا واش حبينا نعرفوا. المهم ويعطيكم الصحه وسلم الكلمه للاخوه الافاضل. الله يخليك، شكرا لك اخويا محمد. سؤال فعلا مهم. يعني النظام اللي راه يعتقل في المدونين يقول يعني المفروض انه يحارب الجريمه ويحارب الفساد، بما انهم يدعيوا الرئيس اللي يقول لك الحراك المبارك والحراك الذي حقق لنا التغيير، وكامل راهم يقولوا باللي بفضل الحراك راهم وصلوا هما راهم سواديزون يحاسبوا العصابه. ما شفناش العصابه تحاسبت، راحنا اللي نشوفوه هما نشطاء الحراك. يعني التناقض الغريب ما بين التصريحات الرسمية والفعل الرسمي خلينا في حيرة من هذا النظام وما يريده. أخويا سفيان معايا؟ أنا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم طالب جامعي وش رأيك في هذه الخلوطة اللي راه تحصل؟ يعني نتم نبك وش قال الأخ، يعني في الوقت وين رانا العالم الفيفاس وباء عالمي، وفي وقت وين المحافظة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشلي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، on assiste à des provocations, des intimidations للنشطاء. شفت صباح إبراهيم العلامي الفيديو كي يسبريمي من بعد، يعني يجابوا له واحد يلو بروفوك يبروفوكي فيه
باش يطيحوه في فخ الاعتقال. عندنا تاني اليوم تاني تاع الصحراء نسيت اسمه، كيف بعتوا له استدعاء. عندنا محمد بالخير من البويرة اللي هو مواطن جزائري شارك في الحراك، قدموه بتهمة التحريض على التجمهر الغير مسلح والمساس بهيئة نظامية. التحريض على التجمهر الغير مسلح هو نفس التهم المخيطة، نفس التهم يعني نفس نفس التهم، التهم يعني كيقولوا التحريض على التجمهر الغير مسلح هو الحراك اللي تبون بعد يقول لك حراك مبارك وأنقذ الدولة من الانهيار. يعني ما قد ما سيت نفهم مخي حبس كما يقولوا والمساس بهيئة نظامية وشنو؟ انتقد وسيني اللي راهو في الحبس بنفس التهم اللي انتقدهم هذا محمد بالخير. ولو كومبل يعني ليستوار، في نهار وين راح الراجل راح يتقدم، قدموا الراجل طاح قدامهم باسكو الراجل مريض عنده ديابيت وطلعت له لاتونسيون، ما خلاوش حتى رجال الاسعاف باش يسعفوه. والرئيسه ايدت تقول له ايد يعني تقول له صارت مرتين اخ سفيان، صارت مع طابو وصارت مع بعد الناشط كريم طابو، اكيد بعد كريم وصارت طابو مع الناشط لو الاخوه يذكرون باسمه بارك الله فيهم، محمد رحمه بالخير هذا خليه محمد يهضر ده. بالخير. محمد نعم بالخير نعم. وشوفي باش تشوفي باللي المحاكم سويست واش تقول له النيابه، تعطي له اسئله، هل لك الكفاءات للتكلم في السياسه؟ شوفي هذيك الوقاحة تاع السؤال. يعني نهار وين كان عندنا جينيرال نيفو 4 اني بريمير يخطب علينا كل ثلاثة ويدخل روحه في السياسة، هذاك عنده الكفاءة. والناس السياسيين اللي عندهم الكفاءة راهم في الحباس امثال طابو وغير هذوك. يعني شوفي الأسئلة. زيد كاين ناس تاني اللي راهم في الحباس ومعتقلين ومازال ما تحكموش. يعني كاين بزاف اللي نذكر شريف غسول اللي اعتقلوه في اوت 2019 جست باسكو شارك في الحراك، ومن ولاية البرج من هذاك الوقت هو مرمي في السجن دون محاكمة. هو خويا أب لأربعة أطفال وحالته الصحية راهي كارثية. أن ننتقل لأخ واحد آخر لأن عندنا ضيق الوقت، وعلى بالنا في رمضان الإخوة كل واحد عنده انشغالاته ما حابينش نطولوا على المتابعين، لكن حبينا نسجلوا موقف تاع الشباب. هذا التصرفات تاع النظام تثبت انه مازال العقليه نتاع التسعينات مازالها، راهم حابين اجترار العقليه تاع التسعينات، يعاودوا يستنسخوا التجربه اللي داروها في التسعينات دوكا، لكن ما فهموش باللي التسعينات حاجه وهذا الجيل حاجه، المعطيات تغيرت. يعني مثلا احنا كي بدينا الحراك تاعنا كان حراك صغير ماشي كيما الحراك المليونيات، كنا قله ومع ذلك داروا كما هذه الاحكام تاع الصوفيه، داروا كما هذه الاحكام تاع الصوفيه 3 سنين 4 سنين في حق نشطاء، من بعدها شويه خوفوا الناس. بصح وقتها النشطاء كانوا قله، كنا بالك لو جمعنا كلنا على بعضنا عبر الولايات بكل التنظيمات ما نجيوش 400 ولا 500، لكن الان راه الشعب كله. كيفاش غيرت تشوفوا الموازين؟ اي واش رايك خويا عبد الرزاق، العقليه هذه اللي راهي تمشى بها النظام ما فهمتش. يعني اسكو راهم عاد عندهم ركود في المرحله الزمنيه نتاع التسعينات وحابين يستنسخوها، حابين يخوفوا، واش هي عقليهم، حابه ندخل في عقلهم. اولا السلام عليكم، صحه فطوركم كاع خاوتي. رساله بك زوج كلمات بك للعائله تاع المسجونين، رانا معاكم وماناش رايحين نسكتوا على كاع المظالم هذو لاخر نفس، وربي يصبركم وربي يكون معكم ان شاء الله. اما النظام هذا كما قلت يا استاذه، نظام قديم ومازال يمارس في نفس العادات القديمه تاعو. ونسى باللي الجيل تاع درك جيل تاع قفله، ماشي جيل تاع يبقى يمشي معاهم كما العفايس تاع التسعينات هذا. اولا النظام جبان، وشاك فوا يزيد يبين روحو باللي جبان ويخاف. تتخيلي انه مسيره تاع 6 عباد وين؟ في اقصى الحد الجنوبي الجزائري في تيميمون راح اعتقل الاخ احمد سيدي موسى، تخرج مسيره كانوا يخرجوا غير في 3. تتخيلي انه مسيره تاع 3 عباد خوفتهم،
وين في تيميمون ماشي في العاصمه ولا في تيميمون لذا الدرجه هذه اليوم لحقوا لهم راحوا الشرطه بست طوموبيلات راحوا رعبوا ورهبوا سياسه الترهيب اللي كانوا يديروا فيها زدموا الدار السيد على 8 تاع الصباح ولادو صغار نسى فما وبلا ما نهضروا على الكلام بادئ اللي كانوا يهضروا فيه بلا ما الف حاجه ثم توجور مازال يتبع في سياسه الترهيب احنا الدرك اللي حاجه مازال ما فهمهاش النظام هذا انه الشعب هذا ما بقاش يخاف ماشي التسعينات كان خايف وما هيش لي زاني 2005 وما هيش لي زاني 2010 الشعب درك قال لك انا ما نوليش ومانيش ساكت لو كان نموت وحده من زوج يا تستقل بلادي ويا نتحرر بصح باش نزيد نكمل نعيش في المعيشه هذه نموت رحمه الموت رحمه اسمع اقسم ديرو انك تقتلني انا قابل بالكثير اما باش تعتقل واحد من وزوج من اشهر راح تعتقل 10 20 30 40 50 100 200 1000 راهم يخرجوك بالملايين العباد هذو وكل خطره ما دير ظلم كيما هذا قد ما راك تزيد تشعل غضب الشعب هما هي سياسه واضحه انه راه يستفز في الشعب باش يروح في خطوه في, في في بعض الطرق العنفيه ولا كش ما يدير حنا نقولوا له بلي عنا على بنا بالاستفزازات تاعك الرد اللي راك حاب يكون من طرف الشعب ماشي راح يكون عنفي بصح راح يكون قاسي اذا راك تسنى انه ندوروا على عنف ماناش رايحين ندوروا على عنف بصح كاين خطوات اللي نقدروا نديروا والناس اللي راك تظلم فيهم زمان يفوت البارح دخلوا خاوتنا اليوم خرجوا هكذاك على خاوتنا هذو هذا اذا حكموا عليهم هكذا بصح لازم يحط كيستيون في راسه اسك الشيء اللي راني ندير فيه في الشعب راح يخرجني نتيجه مليحه مع الشعب هذا هذه هي وتبون تقول في البدايه كي يعني كي دار القاسم تاعه قال امد يدي بالحوار احنا شفنا يده امتدت غير للاعتقالات وللقمع ولسن القوانين الرضعيه ولي 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 ما فهمناش هذيك الجمله امد يدي بالحوار لمن مع من تحاور ومع من الناس راها تحارب كورونا والبلاد عنده تغلي هو راح يجري لي باش يدير دستور باش يزيد يوسع صلاحيات القمعيه وين رانا رايحين يا جماعه واش لازم الحراك يدير كحركيين وكشباب واش لازم نديروا سواء في الداخل ولا الخارج اليكم الكلمه خاوتي شكون يحب يهضر على هذه النقطه انا والله غير انا عندي بعض الافكار حبيت نطرحها وقسمي ثاني يقدروا يتدخلوا خاوتنا كاين بعض الافكار حبيت نطرحها سورتو في الداخل اولا الناس اللي راهي تلحقهم استدعاءات ما يروحوش كاينين بعض خاوتنا نشطاهم داروها ديجا هما داروا لهم والو هما داروها ما يروحوش اسيدي يدير فيديو يقول لهم اسيدي يدير فيديو حنا ننشروه يدير فيديو قال يا جماعه بعثوا لي استدعاء ايه انا جاي بالصح مادام رانا في الحجر الصحي ما نجيش وهذه من حق هذه هي بارك الله فيك الاخ هذه هي الحق ما نجيش يا باسكو هذه هذا هو اسمه الحجر الصحي حجر ما نزيلت ما تروح يا وحتى تاع ما نجيش يا كي خلص الحجر الصحي نجي ومن بعد كي خلص الحجر الصحي تولي هضره واحده اخرى هذه واحد زوج اذا تحتمت عليها وراح يشوف خوته انا وهنا نوجه نداء ما تخلوش خوتكم النشطاء اللي يلحقوا لهم استدعاءات رانا شفنا وين صارت في بني ورتيلان وقيله ولا عيطوا الواحد راحوا في مجموعه تدوا واحد دونك خير المنطقه هذيك تعرضت الى ظلم كبير منطقه بني ورتيلان يعني النظام يوميا وبعد لهم قال لك تاع وشوفوهم خرجوا مع انهم احترموا المساحه او المسافه الامنه بصح يوميا تبعث لهم غير انهم كانوا عشرات النشطاء من بني ورتيلان تم سجنهم زادوا دوكا كل يوم تبروفوكي في الشعب ولا كيف هذه فهمونا حاب يمسح الموس تاع كورونا في الشعب ولا العجز الاقتصادي حاب يغطي عليه بثوره غضب ولا فهمنا هذا النظام ماذا يريد من الشعب نتدخل انا في هذه النقطه اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ثانيا صحة فطور كامل الشعب الجزائري ثالثا يعني نوجه رسالة للعائلات المعتقلين ونقول لهم باللي ما تخافوش احنا رانا معكم ورانا ديما معكم وحنا يا مأمنين بحاجة واحدة باللي الشعار تاعنا هم اليوم ونحن غدا احنا يا رانا مطبقين هذه العقلية في راسنا احنا ما نش حنسمح فيك ما نش حنحبس
في وسط الطريق ونسمح فيك زعما اختي بون راه يرفدوا راه ما كدامنا خلاص نجبد روحي وما كاين والو. لا لا حنايا دايرين في راسنا عقليه باللي الشعار تاعنا اللي نمشيو به هم اليوم ونحن غدا. سما انا بداير في راسي باللي ما نترفدش اليوم نترفد غدوه. سما يا النظام دير مليح في راسك بلي تهضر مع عباد على بالهم بلي راح ترفدوا ما قاعد ترفدوا واني قابل انايا نورمال انا قابل اذا عمت خفت يترفدونا كامل يتطلقونا كامل. هذه العبشه الاولانيه راكو حابين ترفدوا النشاطة دوك ترفدوا كامل الشعب الجزائري صافا داك حابين تبهدلوا مع المجتمع الدولي ومع كاع الاخر راكو حابين تشوفوا بلي الشعب دخل شعبه كومبلي للحبس يا خويا خلاص دخلنا كامل للحبس. وعبشه واحد اخرى هادو ما لم يباتوا في الاستدعاءات ما تروحش خويا راك في الحجر الصحي وكي ما يروحوش كامل بزاف ما يروحوش نا كاع ما راحوش ماشي ما راحوش هذه ما يروحش قادرين يجيو يديوه ثاني من الدار قادرين الاعتقالات يعني هل هذه الاليه تكفي ولا نزيدوا معها حاجه اخرى يعني ماشي راحوا يصدموا له الدار استاذه ماشي راحوا يصدموا له الدار ما الا صدموا له الدار استاذه سما حنا رانا شغل رانا دوكا ولينا مخدرات حنا نبيعوا نبيعوا كوكايين ولا نبيعوا كاش لو داروها ما اختطفوش عده نشطاء ماشي للدار مي من برا رفدوها من برا اختطفوا من برا من برا لا لا كاين ناس دخلوا لهم الديار داوهم كاين داوهم بزاف ديالهم كاين صح لا لا كاين بزاف نشطاء ولاحظوا ان حتى العقوبات راهي قاعده تزيد يعني اون اسيستا دي بان دو 2 ans 3 ans 4 ans prison يعني وين راهم رايحين هادو وين لا لا وردوا شو هما بداوها لا كانت تشفاو عليها كي بداوها مع النشطاء تاع غير ليزان عبد الله بن نعوم وياسين خالدي ربي يفك اسرهم بداوها مع هاد الزوج داروا لهم كيفوا لهم التهم جنايه هذيك هي البدايه. هو دائما النظام يبدا هكذا الحراك شغل تضامن بصح ماشي احنا كنا عندنا مطالب سياسيه شغل اهملنا شويه هذا النقطه دوكا ما لازمش نقطه الاعتقالات والتصعيد القمعي في المحاكمات لازم تاخذ اعتبارها وهما راهم يقول لك ما كاش الحراك والناس راه في ديارها ايا ندير غردي دونك لازم نفكروا في اليات حقيقيه وداروا غردهم داروا غردهم اسمحي لي استاذه جوستمون في هذه النقطه داروا غردهم باسكو علاش الناس اللي كانت تقول انه المسيرات السلميه ما كانت دير والو نذكر الناس برك انه نهار وين كانوا الناس في الشارع نهار وين كانوا برا كي جاوا يحاكموا في فوضي البوماله تم عطاولوا براءه وعلاش باسكو وليت تبون سمانه من قبل عطاولوا براءه وقضيه عريحه دونك هذه هي قاعدين يبروفيتيو في الوضع الحالي كاين كورونا الناس في ديارها اعتقل انا ولا غير نقول كلمه الاخرى نخلي خويا زكريا سامحني باك نمد واحد الفكره وتفضل خويا زكريا بارك الله فيك عبد الرزاق فكره انا نقولها للشعب اذا الحق هذا يكمل في السياسه التخويف هو حاب يخوف الشعب هو ماشي راح يرفد كاع الشعب يقول لك نرفد بعض النشطاء باش يخافوا الاخرين تسمى ضغوطات انا نقول له النظام هذا شوفوا خوتي اذا كمل في السياسه تاعو هذه خاصه في الشهر هذا ماذا بيكم تخرجونا عناوين القضاة مع وكال الجمهورية مع ضباط الشرطة الكوميساريه اللي يجيب منهم الاستدعاءات شدوا العناوين تاع ديارهم روحوا لديارهم سلمية ما راح يكون لا عنف لا والو كاينه حاجة تركزوا عليها اكتبوا خائن للحراك في الدار هذا ضابط شرطة خائن للحراك والله خائن للشعب إيه خائن للشعب ولا خائن للوطن حركي كاع لي ترم هذا الحوايج كيما هذو قال القاضي هذا اللي راه يحكم على النشطاء اللي راه يحكم على الاحرار اللي راه في 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 باب داره في السور في داره اكتبوها هذه من 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 الطرق اللي لازم تكون لازم دون تعريض النفس للخطر لانه الناس اللي راهم بيان سور بدون بيان سور الحوايج العنف لا مي لازم يبان الخاين وراه بيان سور هو لازم خويا عبد الرزاق لازم يكون كاين وقفه من القضاء لانه ولا سلاح خطير ضدنا دوك القضاء راه كيما كان الاعلام سلاح خطير في التسعينات ضدنا في التضليل والكذوب وكذا دوك راهم يستخدم لك وكل القضاء ثاني معاهم دوك زاد القضاء يعني راه ما كاش حشومه ما يحشموش اي سيسي هذا قضاء السيسي لازم المحامين ياخذوا موقف لازم المحامين ياخذوا موقف يا يحبسوا المرافعات يخلوا القضاء هذا وحده ويعروه قدام المجتمع الدولي هذه مليحه لازم المحامين هادو ما يروحوش يوقفوا ثاني في قضاء سورتو درك ولا باين احنا هكا في اليامات اللي فاتوا نقولوا كانوا يرفدوا هكا زعما عباد يدوهم يبيتهم
قدوة من داك تما نطلقوه زعما سورسي وما داو يشارع على برا. كان عندنا الامل بصح دركا واحد اللي رفدوه الكوميساريه دوك انايا على بالي 100% باللي حيدوه للحد. ما كانش اللي ما على بالوش بكري كانوا يطلقوا شويه زعما يا روح منا بعد يهبلوه اروح شارع فلان الفلاني بعد زيد براءة بعد مر براءة لا عاود له استئناف يكره له في حياته. بصح كان على برا بصح دركا لا دركا راه يحكم ويضرب يضرب ديرك للرجلين يضرب 18 شهر كيما مالك رياحي 18 شهر. واش دار السيد هذايا؟ واش دار هذا السيد؟ هضر عبر عن رايي. أسئلة محرمة حت... مد... سبحان الله وبحمده هادو ما كامل زكريا وهادو... خويا زكريا نعم. خويا جاتني رسالة الآن ومن هنا أحد الإخوة اقترحت عليا سعيد قال لك الأسئلة اللي طرحهم مالك ماذا بينا كل نشطاء يديروا فيديوهات يطرحوها ويزيدوا لعنده سؤال واحد آخر يزيدوا هذه مليح هدونا قاعي هذه مليح باش هذه لا نقدروا نديروها هذا اقتراح الا تحبوا يعني النشطاء اللي يقدروا بصح ماشي يديرها واحد وعشرة لا باش ماشي يجيو يعتقلوا واحد اصلا ما تنشرش حتى توصل الى عدد مثلا 100 فيديو ولا يعتقلوا 100 عبد اعتقلوا 200 عبد هذه هي الفكره تاع الاخ وطبعا الحكم اللافي انا مع قال الافكار انا مع قال الافكار اللي ما تسكتناش وخلاص انا مقال افكار اللي يا اخويا انا ما تخوفنيش وما تسكتنيش ثانيك وما تخلعنيش ونزيد نوجه رساله للقوضات هذوما القوضات عيب عليكم والله ما فهمتش انا كيفاش اخي يا اخي انت قريت القانون وعلى بالك تبلي الظلم ومع ربي سبحانه باللي يقول لك باللي الظلم وعلى بالك المرتبه تاع القاضي يا اخي كاين قاضي في ربي سبحانه في الارض هذا ماشي ريبريزونت ربي سبحانه بهذا لو تيرمي تطبيقي العدل تطبيقي العدل باش ما بهذه هي الهضره تطبيقي العدل انت راك نورمالمون حنا كي نتو عندك كي تشوف بنادم جابوه قال واش بيه قال انا هضرت في فيديو وقلت باللي وراه ما كاش هذه ولا وريت لهم حاجه ما باينه ورا لك حاجه باينه وجابوني ما مو يقولوا فهمت انا هي واش ما حبوش يفهموه خويا زكريا ديك ماناش نطلبوا منهم وي تفضل كمل الفكره تاعك هي واش ما حبوش يفهموا سيكو ما راناش نطلبوا منهم الانسانيه ولا الهيومانيزم انا نطلبوا منهم تطبق القانون تاعك وخلاص هذاك ما كان القانون راه يطبق على النشطاء راه يطبق على الحراك وماشي يطبق واش قانون راه قانون الغابه يلبس تم يلبسولك هو يلبسولك يخيطولك قانون المجرمين طيب الاخ ثاني الاخ حنين معنا السلام عليكم خويا راني معكم تفضل خويا حنين قلنا دوكا هذا النظام دوكا بهذه الاحكام تاع الصوفيه وهذا التصعيد اللي راه رايح له وتمرير الدستور اللي نورمالمون غادي يدير لجنه باش يقعد معها ويدير هذا الدستور وكذا وين راح حاب يروح في بال وين راح حاب يوصل السلام عليكم وصحة فطوركم والله حبيت نوضح فكره برك حبيت نعلم الجزائريين باللي هذا النظام من في القوانين القمعيه فاشل من في القمع وفاشل انا نعطي له نصيحه غير ما تسيوش تكرروا سيناريو التسعينات لاننا ما راناش في عام تقيوس وين تقدر تقتل 200 الف واحد بلا في صمت حتى واحد ما يتدخل رانا في وقت تكنولوجيا ورانا في وقت التصعيد ورانا في وقت وين كاين 40 مليون اعلامي دونك صحيت على الكلمه هذه مهمه 40 مليون اعلامي 40 مليون اعلامي لا ما تاخذوش الاعلام الجزائري قنوات الصرف الصحي بين قوسين باسكو هذاك ماشي اعلام هذاك عباره برك عن ابواق للنظام يسير فيها التليكوموند كيما حب دونك الاعلام البديل مهم جدا سورتو في هذا الوقت باسكو ما عندناش اعلام الثوره اللي ما يسندهاش اعلام ما تقدرش تروح بعيد دونك لازم علينا نكريو اعلام بديل سينو هاد السلطه ما رايحاش تحبس هنا راهم يخرجونا في قوانين قمعيه ايلسون بري ا تو لانه لاول مره هاد النظام خاف يخرج في قوانين قمعيه لانه خايف لاول مره هاد النظام خاف والخوف تاعو خلاه يدير حوايج ما عندهم حتى معنى باسكو باش تدخل لي انسان طرح لك وعراك نستسمح لهذا العباره عرى النظام بخمسه ولا ست اسئله والشيء اللي قدر تديرو اون ايشونس كي تدخلوا للحبس هذا ما يبين غير باللي راك خايف
وما عندكش حلول، وراك في عجز تام، عجز سياسي، عجز اقتصادي، وعجز حتى في تطبيق القمع على الشعب تاعك. خاوتنا نديو بريك قصير وموراه نرجعوا باش نختموا الحلقه ونقدموا يعني خلاصه لواش قلنا فيها. نروحوا بريك صغير ونرجعوا. السلام عليكم خوتي، انا الاخت رياحي مالك. الحاجه اللي تجي عند ربي الحمد لله هذه هي، وراهم عطاوه عام ونص حبس. والحاجه اللي غادي نقولها لكم، حسبينا الله ونعم الوكيل. وهاد الناس اللي راها تستشفى في مالك نقول لهم الله يسامحكم. ونزيد نقول لكم اقسم بالله، اقسم بالله ما رانا حابسين براس اللي خويا حقرتوه وظلمتوه على كلمه الحق، قال كلمه الحق روحتو سجنتوه وبكيتو لي مو، اقسم بالله عالي العظيم ما رانا حابسين. هذه حتى تتحقق دولة العدل والقانون، أقسم بالله ما رانا حابسين. هذه هي. السلام عليكم. أنا لكم هذا كان بريك خفيف، شفنا فيها فيديو مؤلم جدا. إن شاء الله تنتهي مأساتنا وتنتهي مأساة الجزائر. في كل يوم الجزائر نتاعنا ماشي كاين بيت يبكي فقط أنه فقد فقيد بكورونا الوباء اللي راه يعصب بالعالم، لا لا، إحنا عندنا مصائب أخرى. يجيلو كونفوكاسيون ولا يزدمو للدار يديوه ولا يحكموا عليه بحكم تعقيل كما شفنا اليوم. راهم يبكيو الأمهات في هذا الشهر الفاضل، حسبونا الله ونعم الوكيل. شباب الحركة اليوم قدموا مجموعة بو، هذا كما قلنا لكم قاعدة بوليتيك خفيفة. إن شاء الله هالخميس يكون عندنا البودكاست كامل وتكون قاعدة يعني ثقيلة إن شاء الله، ونقدموا فيها أفكار وآليات أكبر وأفكار كذلك في تصعيد أونلاين. دوكا أهدلنا في لحظة الغضب وفي لحظة الألم اللي راه يمر بها الحراك، المنشطة أقدموا مجموعة من الاقتراحات للتصعيد إن شاء الله للرد على هذا النظام، ولكن تبقى بحاجة إلى التبلور وإلى التنسيق مع بقية النشطاء الحراك وبقية الناس اللي راها مناصرة للحراك. خويا عبد الرزاق، تقدر تقدم لنا ملخص على أهم الآليات اللي راكم شايفينها أنتم كشباب للتصعيد والرد على هذه المحاكمات التعسفية والأحكام الظالمة الجائرة في شهر مبارك؟ خويا عبد الرزاق راك معنا؟ راني هنا. ايه تفضل خويا. الحقيقة راه ما نقولش كلام بزاف باسكو راني هضرت له وجهت له رسالة مليحة للنظام هذا. واش نزيد نذكره باللي الشعب ما بقاش يخاف، ما تبقاش تلعب في الاستفزازات هذوم، وما بقاش تلعب بالجياح هذا اللي راك دير فيه. هذا جياح ماشي تاع منظومه تاع الدوله ولا تاع نظام عنده عقل عنده خطط عنده. الشيء اللي راك دير فيه، الاستفزازات اللي راك دير فيهم، رانا كاع في قل اللعب تاعك. بصح كاين حاجه اسك راك تخمم البروبليم تاعو، النظام هذا راه يشوف غير قدامه، برك يخمم برك اليوم واش ناكل اليوم، برك ماشي راه يخمم واش ياكل غدوه كيفاش راه تقابل كي يبدا يعود للمسيره. بصح نضمن لك حاجه قسما بالله، للخطره هذه ماشي راح تكون معكم رحمه ولا هضره ولا قال ما على باليش انا دايرين زعما عندكم قوه ولا الاخر. ما كاش القوه ما تحسبش، شوفوا القايد وين كان، ما تاخذوش كاع العبره نتوما. هذا هو سيني وين كان. حنايا تدي واحد، معليش تدي واحد يبانوا 10، نتوما بصح كي ينقص فيكم واحد ولا زوج راح تفضحوا. القوه راهي عند الشعب ماهيش عندكم، ديروها مليح. في ماشي القوة ما تتحسبش بالدبابات ولا برجالة الأمن، ولا ما تنساش حتى رجالة الأمن راهي تاع الشعب. ولذلك نختم كلامي بزوج كلمات، بركيكم اللعب تاع الجياح هذا باسكو راه تخلصوها غادي بإذن الله. وللشعب نقول شوف ما تخافش، نعم ما تخافش، كمل ما تخافش. هذا ما كان هما حابين يخوفوا، انتم ما تخافوش. بارك الله فيكم وربي معنا يعني كاع، ماشي برك المعتقد. ان شاء الله بقيت الاخوه لانه الوقت راه يطاردنا، بقيت الاخوه اللي حاب يقول كلمه اخيره. انا نقول بك زوج كلمات يعني جميعا بغير نقول له النظام هذا بك لو سيستم هذا، نقول له بلي كاين كلام اخر بعد كورونا ان شاء الله، والحراك بعد كورونا ما راحش يكون كيما الحراك قبل الكورونا، يعني باش نتفاهم. والسلام عليكم. أنا الرسالة الأخيرة تاعي للشعب الجزائري نقوله أصبر وثبت، وما النصر إلا صبر وساعة. ونقول نظام هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم،
والظلم وظلمات يوم القيامة. وإحنا ما نش مسامحينكم وما نش طالقينكم حتى تسليم سلطة للشعب. ديروا وش حبيتوا، إحنا ربي معنا. بارك الله فيكم. كان أحد من إخوة يحب يقول كلمة أخيرة ولا نختم الحلقة؟ السلام عليكم أزول فلون. الخوة أنا أقول لكم لازم نكونوا واقعيين. النظام هذا النظام نعرفه نظام مجرم، بدأ من 1963 إلى يومنا هذا. وبليس ينوزا بخوفي سا العديد من المرات. في 1990 قتل شعبه، في 2000 عاود دارها مع القبائل. اليوم بقات حاجة واحدة، هذا النظام نعرفه ضد شعبه. اليوم يدوه هو غدوة أنا ولا أنت، ولو كنت منهم يعني تكون فوتيت ولا ما فوتيت، غدوة حبوا يدوروا عليك يدوروا عليك. هم عدوهم الشعب. ولا اليوم لازم نتحد، اليوم لازم على الشعب لازم يتحد، نتحدوا بيناتنا، لازم نكملوا مع هذيك بصبع لحاس، لازم نحبسوا مع هذيك، لازم نتحدوا قاع، باسكو هذا النظام ضد شعبه. اللي يجي معنا مرحبا به، راه مع خوته، راه مع الشعب. اللي ما حبش يجي سهله يا خو، سهله يا الخوه، نديروهم كيما درنا في 2001 في بلاد تاع القبائل، نديروهم كارونتان، نعزلوهم عن المجتمع ونخلوهم وحدهم مع رايهم حتى يولوا للحق ويجيو مع خوتهم. وحبيت ثاني بروبوزي حاجه للتصعيد، حاجه مهمه. بوه مع كورونا صعيبه باش نساعدو ويتو، بصح كاينه حاجه سهله قادرين ديروها باش نعبروا عن، باش نقولوا للنظام هذا باللي احنا ما رانا ساكتين. سهله، كل يوم الشعب قاع يخرج الى الشرفات تاع المنازل تاعهم، يرفضوا العلام، يرفضوا شعارات الحراك، يدوا 10 دقائق من وقتهم كل يوم، يخرجوا 10 دقائق للشرفات، يغنوا، يصفقوا، يديروا شعارات تاعهم، المهم ما يسكتوناش. والسلام عليكم خوتي. فكره جد جد مهمه هذه الان، لانه على الاقل بعد نعبر ونسكن للناس اللي راهم يتعرضوا للقمع، خوتنا اللي راهم يتعرضوا للاعتقال ولعائلاتهم، ولا بلي الحراك مازالوا حي. انا راني شايفه بلي فكره عوده الحراك من الشرفات ولا من سطح الدار، ولا اللي ما عندوش يا سيدي بالكون عنده تاقه يقدر من التاقه، اللي ما عندوش عند ساكن في حوش يقدر، اللي ساكن في قرب يقدر، ديرها من دارك. المهم سهله ولا قادرين نديروها، سهله بزاف. ان شاء الله تلقى رواج عند الحركيين. كاين حد من الاخوه يحب يقول كلمه اخيره ولا نختم الحلقه؟ اما لي خاوتنا نشكركم، نشكر المتابعين. اهم ما جاء في الحلقه راكم سمعتوه، اهم الاليات اللي الاخوه هضروا عليها التصعيد راكم شفتوها، تبقى مفتوحه للنقاش، هذه مجرد افكار بدائيه او عفوا ابتدائيه. من بعد نزيدوا ان شاء الله نتشاوروا مع خاوتنا مع النشطاء في كل مكان في الداخل والخارج، وهذوك تاع جماعه الداخل والخارج لا ما دخلكمش، احنا كشعب جزائري لا نقصي اي احد جزائري. جمع الحراك مرحبا بك كما قال الاخ، ولما جاوش ربي يهديهم نقولوا للنظام هذا الجيل غير الجيل الاخر، هذا الجيل وحده، هذا الحراك المبارك ثوره، يا تتعامل معها يا اما راك غادي تندم على الفرص اللي فوتها واللي راك تفوتها الان. فرص الحوار اللي كانت مفتوحه وراها مفتوحه الان، غدوه ما توليش مفتوحه بهذا القمع التصعيدي. اسمعوا للجيل، اللهم ان بلغنا انكم انتوما غادي تديوا الاوضاع الى تصعيد غير مسبوق، باسكو هذا الجيل قلتها لكم من قبل ونزيد نكررها، هذا الجيل اللي يمشي ريسكي ويركب فلوكه عارف روحو بلي يموت ياكل الحوت باش ما يقعدش عندكم، نهار اللي قرر باش يقعد في بلادو صافي بغى يدي حقه، صافي ما يخافش، ما عندنا حسابات في بنوك، ما عندنا املاك، ما عندنا والو، عندنا الروح تاعنا راها في يد ربي سبحانه وتعالى. فهاد الجيل ما يخافش، تاكد في الداخل ولا في الخارج، وعلى بالنا عندكم يديكم طايله وتقدروا تجيبوا كل واحد، بصح ماشي بالترهيب، تدي واحد ينظميه، ما كاش قطبيه وما كاش البطل الواحد في هاد الجيل، هذا جيل صناعه القرار الجماعي ولن يتراجع. خوتي نقول لكم حاجه، من قبل احنا مرينا بهاد المرحله، يعني نقولها الجيل الجديد مرينا بهاد المرحله، واعتقلوا ناس وبهدلونا زعما سواديزون بالنسبه لهم، احنا بالعكس هذاك وسام شرف انهم يوصل باش يخافوا منا لدرجه يبان القذاره نتاعهم بالمعايره، احنا كنا في رقي وهما كانوا في المعايره. في هذاك الوقت اعتقلوا ناس وحبسوهم، سقساوني النشطاء
واش نديرو دوكا؟ قلت لهم ما تخافوش، ودوكا تاني نقول لكم ما تخافوش، لانهم ما اللي راهم خايفين، ماشي حنا اللي لازم نخافوا منهم. شكرا لكم، نتلاقاوكم ان شاء الله نهار الخميس في بودكاست حراك اونلاين، تكون كامل بكامل فقراته. تبعونا خاوتي وشجعوا خاوتكم الشباب، واللي يحب يشارك معنا يبعث لنا رسائل في الايميل. السلام عليكم.